السلام عليكم خوتي خوتاتي، مرحبا بكم عندي في القناة مجددا. بالنسبة لهذا الفيديو صورته شحال هذه وما بغيتش نبارطاجيه معكم حتى وصلت لهاد البليتة ديال المشتى اللي هاد الناس محتاجيننا بزاف ومحتاجين المساعدة تاعنا، فبقاو معايا حتى الاخر تاع الفيديو باش تعرفوا شنو كاين. مهم خوتي خواتاتي، كما كتشوفوا هاد الناس الرحال اللي عايشين في المناطق نتاع مرزوقه، وهذا هادو معروفين بالرحال بلي ما عندهمش السكن، المقر تاع السكن، كيعيشوا غير في الخيام. غادي بعد واحد شويه غادي نوريكم الخيام فين كيباتوا مع الوليدات ديالهم. وهذا اللي بغيت نوضح لكم ان هاد الرحال هادو عايشين واحد المآسي، واحد قمه الفقر، يعني ما عندهمش. وهذا الا ما جابوا لهم الناس شي حاجه ولا راه ما عندهم ما ياكلوا، ما عندهم ما يلبسوا، من غير الناس اللي كيجيو، يعني هذوك اللي كيديروا بحال رحلات سياحيه او عائلات ولا هذا، كيديروا واحد السيركوي بلي كات كات، وهذيك السيركوي هما اللي كيجيبوهم لعند هاد الناس باش كيتعاونوا معاهم. كاين اللي كيتعاون معاهم بالفلوس، كاين اللي كيجيب لهم الماكله، اتاي، السكر. وهذا اللي بغيت نقول لكم انهم في قمه ديال الكرم. ها انتم كما شفتوا حنا جينا باش نزوروهم، واخا هكا كيستقبلوكم باتاي، وهذا كما كتشوفوا ارونا بالاتاي نتاعهم اللي هو اتاي صحراوي. وكاين هما كيجيبوا هنايا الخبز، هذا الخبز اللي كيطيبوه في الفرينه. ها انتم غادي شويه غادي نوريكم فين كيطيبوا الخبز. صافي، هذه هي الحياه ديال الرحال. غادي نشربوا واحد الكاس تاع اتاي، ومن موراها غادي نوضوا نديروا واحد السيركوي صغيره باش تكتشفوا المنطقه كامله والمعيشه نتاعهم. وكنطلب من جميع الناس اللي كيجيو لهاد المناطق هذا باش يتعاونوا معاهم، اللي عندهم شي كسوه عندهم. عدبة في المشتى كيكون قاصح عليهم الحال من ناحيه الملبس ومن ناحيه حتى الاكل ديالهم. مهم اللي يقدر يتعاون مع هاد الناس اللي كان جاي لهاد المنطقه هذه، ولا عارف شي واحد جاي لهاد البلاصه هذا، يقدر يصيفط لهم ولا يجيب لهم. مهم كاين بزاف نتاع الحلول. غير شنو هي؟ الله يجازيكم بخير، هاد لا فيديو بارطاجيوه مع الناس اللي كتعرفوا وتعاونوا معاهم كما قلت لكم من ناحيه الملبس او الماكل، والله يجازيكم بخير. بالنسبه للكوزينه هي هذه هي الكوزينه ديال الرحال. هذه الكوشه، هذه الكوشه فين ماشي هذه ماشي الكوشه، هذه هنا فين كيطيبوا الماكله، كيشعلوا هنايا النار فين كيديروا الماكله ديالهم. هنايا فين كيطيبوا الخبز، غادي نمشيو نشوفوا هذه البلاصه هنا فين كيطيبوا الخبز. ها انتما كيما شفتوا كيجيو بزاف نتاع الناس اللي كيديروا هكا لي سيركوي ديال لي كات كات، اللي كيجيو السياح، كيجيو بزاف نتاع الناس باش يزوروهم وكيكتشفوا المعيشه نتاعهم كيفاش دايره، وفي نفس الوقت كيتعاونوا معاهم في سبيل الله. كما كتشوفوا ها هو كاين الهيها، كاين واحد عاوتاني واحد الرحال وحدين اخرين راهما الهيها، عاوتاني كاينين وحدين اخرين ها هما الهيه، كاينين وحدين اخرين ها هما، ما عرفتش واش كيبان لكم مع الشمس دابا. المهم كاين بزاف هنايا في هذه المنطقه نتاع مرزوقه، و ما عرفتش صراحه ما نقول، لا اله الا الله وصافي. هذاك شنو حجر؟ حجر هو اللي كطيب عليه الخبز ياك؟ الو
لكن زعما طلع بخير الحمد لله. شو معي؟ بتصور طهرون؟ وا بغيت نصور من الدرا. تفهمي العربية ياك؟ كتهضري عربية؟ شوية عربية. اي شوية؟ شوية تواهو. معليش. كما شفتوا هنا يا خوتي انا حاولت باش نبارطاجي معكم داكشي كامل وكلشي راه باين. الله يجازيكم بخير، بارطاجيو معنا هاد لا فيديو، واللي ما قدرش يعاون بشي حاجه يعاون غير بالبارطاج. والسلام عليكم.